كنت فين يا حيوي من ليلة امبارح؟ كنت في مصلحة كده وجيت منها الصبح. ماشي، وايه حكاية تروسيكل الأنابيب ده؟ أبدا، كنت خرمان ونفسي في كوباية شاي يا بندق، ومفيش أنبوبة بوتاجاز واحدة توحد ربها في المنطقة كلها، قلت أغب على مستودع الأنابيب أخد لي أنبوبة، لقيت التروسيكل ده في رجلي. يعني أنت جايب كل التروسيكل ده عشان خرمان؟ هقول لك إيه؟ ما أنت الحاوي، طول عمرك مرزق يا ميشو. أقول لك إيه؟ ركز معايا في البقين اللي أنا هقولهم دول. الكبو رجع لعزيز السايغ النص وقال اللي كان لايفهم منه ودفع له 10,000 جنيه وقتي، والسايغ سابه بعد ما التوخي قمر. ما تقلقش، الكبو دلوقتي بقى عامل زي الكلب الجربان، يعني ملوش عزوه. طب والتوخي؟ ما انت عارف التوخي ده ممكن يعمل ايه؟ ده رئيس جمهوريه البلطجه في البلد دي وليه حبايب في كل حته. التوخي قمر السايغ انه يسيب الكبو عشان محسوب من رجالته وعشان اسمه في السوق، وبعدين التوخي دلوقتي عرف مين هو ميشو الحاوي بعد اللي عملته له امبارح. ايه ده؟ هي مصلحة امبارح دي كانت تبعه؟ ده اولنا بس يا معلم. وكده بقى ابتدي اشم ريحه الجنه. بس انا خايف عليك يا ميشو، اصل الكبو ده. انسى انسى يا بندق، الكبو دلوقتي لو رجع تاني يبقى رجع لقضاه. صباحه يا كبو، انا اللي عملته مش عشانك، انت عيل زباله مالكش لازمه، وما تشوش تمن الرصاصة اللي كان عزيز السايغ عايز يخلص عليك بيها، وانا امرته يسيبك عشان انت بس محسوب عليا وفي عشرة بينا، وده اخر كارت ليك عندي من الليلة دي تنسى. صباحه. انا الكبو برضو يا باشا، ولا انت نسيت؟ مش عايز وهوى ورغي وكلام ملوش عايزة من دلوقتي، مش عايز اشوف سحنتك هنا تاني وتشوف لك حتة تانية تشتغل فيها بعهتك دي، واي كلام او رغي هيطلع منك انت عارف الكلاب لما بتتسعر بيتعامل فيها ايه. صباحو. اهلا يا عنتر باشا. ازيك يا حبيبي؟ انت اللي وحشني. كلمت حمدي بيه وقلت له يحدد لنا ميعاد مع صفوت باشا، بس لسه ما ردش عليا. ايه؟ في مصلحة جامدة هو اللي هيخلصها؟ طب خلاص انا هتصرف، ما تقلقش. يلا سلام.